تنور نجوم تدير النجوم من حسن منظر الدنيا دي والنجوم طلعت تنورها نجوم تدير النجوم من حسن منظر الدنيا دي والنجوم طلعت تنورها نجوم تدير النجوم من حسن منظر اللي بدأت الجنون وفقدك أبدا اللي بدأت الجنون وفقدك أبدا دنيا الفنون دي جميلة وانتو أبدا والفن لحن القلوب يلعب بيها أوزارها والفن دنيا جميلة عزيزي المشاهد أهلا بك معنا في برنامجنا بين هؤلاء وهؤلاء مع نجوم أثروا حياتنا الفنية. نجم حلقتنا النهاردة الفنان النجم كاظم الساهر. اهلا بالفنان كاظم الساهر. اهلا بيك. بنرحب بيك وسعداء بانك انت تكون معانا. الله يحفظكم. اهلا وسهلا بيكم. اول حاجه نحب نعرفها دايما في برنامجنا بنبتدي بالبدايات. بدايتك نعم. بدايه كاظم الساهر يعني هو سؤال لي اكثر من كذا مره سئلت بيه بس يمكن كاي فنان يجد في داخلي موهبه بعدها انه الموهبه اتذكر من كان عمري 10 سنوات يعني كنت احس انه ميلي للغناء دائما امشي واغني ودائما احب الخيال بشكل رهيب من وانت عندك 10 سنين 10 سنوات ولحد ما كنت في اي مدينه بالضبط كنت في مدينه نينوى في في الموصل في شمال العراق نعم وبعدها تعلمت آلة الجيتار وعمري 12 سنة ودخلت معاهد خاصة موسيقية تعلمت آلة العود بعدها دخلت معهد الموسيقى 6 سنوات كملت في بغداد ودخلت مجال الإذاعة والتلفزيون بدأت الشهرة معي من تقريبا 88-89 يعني انت من بدايتك من طفولتك حسيت انك انت مش عايز تعمل حاجة غير الغناء يعني ساعات الواحد بيبقى مثلا او عنده موهبه موسيقيه او فنيه نعم. وما بيبقاش محدد لسه طريقه لكن انت من الاول من بداياتك حسيت انك انت عايز تستمر تبقى دي هو ده ال ولا في بالي مستقبلك ولا كان في بالي انه مستقبلي انه يكون فنان او ابدا كنت احبها لنفسي يعني كنت استمتع بها يعني امسك الاله اعزف والحن كنت ألحن عمري 12 سنة كنت ألحن قصائد من المجلات من كانوا يستمعون لي أساتذتي كانوا يعني أو في البداية ما صدقوا أنه أنا بعملهم وكنت بكتب شعر وأنا عمري 13 سنة وكنت بحب أكتب شعر وبحب ألحن وبحب أعزف وبحب أستمتع بيها إلي أنا وأصدقائي هنتكلم عن التشجيع الأهل بالنسبة للطريق الفن أنت قلت لي أنهم ما كانوش بيشجعوا خالص أبدا يعني ما كان عندهم فكرة أنه يوم من الأيام أنه أنا أكون من ضمن الوسط الفني أنتمي للوسط الفني كانوا عايزينك تشتغل إيه؟ يعني كانوا فرحانين بي يعني حسوني بالدراسة أنك متفوق فكانوا نعم. بيتمنوا أنك أنت تكون إيه؟ مثلا عادة بيبقوا عايزين يا مهندس يا دكتور لا هو ما مقررين ما كانوا بس المهم أنه أكمل دراستي يعني بس نرجع للبدايات من ناحية أنك أنت كملت الطريق نعم. في العراق نعم. واتشهرت نعم. اتعرفت في العراق بأغاني تعرفت أي يعني غنيت مقدمة مسلسل
وغنيت أغنية اشتهرت جدا في العراق اللي هي غريبة شوية اسمها التلدغ الحية بإيده يخاف من جرت الحبل. أترجم لك إياها. تلدغ الحية؟ لدغة الحية. الحية لدغة الحية يعني اللي تلدغ الحية بإيده اللي تلدغه يعني تعضه في إيده بيخاف من الحبل. ممكن تسمعنا حتى جزء منها؟ أسمعك الأغنية اللي أخذتني يعني للجمهور العربي عبرت الشط. اللي هي؟ عبرت الشط. عبرت الشط على مودك وخيطك على راسي. نسمعها نسمعها. تقريبا هاي كانت ب89. عبرت الشط على مودك وخليتك على راسي، خليتك على راسي بكل غطة أحس بالموت وقوة أشهق أنفاسي، أشهق أنفاسي. عبرت الشط على عمودك خليتك على راسي، خليتك على راسي بكل غطة أحس بالموت وقوة أشهق أنفاسي، قوة أشهق أنفاسي. كل هذا وقلت أمر أحلى من العسل مر، كل هذا وقلت أمر لم العسل مرك، وين تريد أروح وياك بس لا تجرح إحساسي. عبرت الشط على مودك وخليتك على راسي، خليتك على راسي كل غطة أحس بالموت هو أشهق أنفاسي، هو أشهق أنفاسي. عبرت الشط لجل عينك وخليتك على راسي، خليتك على راسي كل غطة أحس بالموت هو أشهق أنفاسي، هو أشهق أنفاسي. كل هذا وقلت أمرك أحلى من العسل مرك، كل هذا وقلت أمرك أحلى من العسل مرك، وين تريد أروح وياك بس لا تجرح إحساسي، بس لا تجرح إحساسي. قلت لك وين وين تريد بس لا تجرح إحساسي، بس لا تجرح إحساسي. أمر وعيوني بعيونك وانت عيونك الغير، عيونك الغير فضلتك على روحي وضاع وياك تقدير، أمر وعيوني بعيونك وانت عيونك الغير، فضلتك على روحي وضاع وياك تقدير. تقول اش قصرت وياك وش تطلب بعد أكثر، على خدري تنام الليل وقول ارتاح وانا اسهر، وقول الشط على مودك خليتك على راسي، خليتك على راسي كل غطة أحس بالموت هو أشهق أنفاسي، هو أشهق أنفاسي. عبرت الشط على مودك خليتك على راسي، خليتك على راسي كل غطة أحس بالموت هو أشهق أنفاسي، هو أشهق أنفاسي. كل هذا وقلت أمرك أحلى من العسل مرة، كل هذا وقلت أمرك أحلى من العسل مرة، وين تريد أروح وياك بس لا تجرح إحساسي، بس لا تجرح إحساسي. قلت لك وين وين تريد بس لا تجرح إحساسي، بس لا تجرح إحساسي. شاطي أحلامك تغطيك وسهر ليلي، تغطيك وسهر ليلي، وأنا مرة قلت ممنون وأنا اللي انهدم حالي، وصلت الشاطي أحلامك تغطيك وسهر ليلي، تغطيك وسهر ليلي، وأنا مرة قلت ممنون وأنا اللي انهدم حالي،
مش حصلت وياك مش تطلب بعد أكثر أنا دراعي تنام الليل وأقول ارتاح وأنا أسهر عبرت الشط على مودك خليتك على راسي تنغطى أحس بالموت وأشهد أنفاسي شط على مودك خليتك على راسي قطع احس بالموت واشهد انفاسي كل هذا وقلت امرك احلى من العسل مرة كل هذا وقلت امرك احلى من العسل مرة وين تريد اروح وياك بس لا تجرح احساسي قدومك بقى للقاهرة ممكن نعتبره انه هو نقلة في حياتك الفنية؟ هو يعني بصراحة القاهرة حلم كل فنان كل فنان موجود في الوطن العربي يعني المجتمع الفني الموجود الاستديوهات الموسيقيين بلد فن يعني بلد عمالقة الفن الصنباطي الله يرحمه الأستاذ الصنباطي عبد الوهاب بليغ حمدي يعني أم كلثوم أعتبرها أنه فعلا عمالقة الفن العربي هي مصر شهرتي كانت فعلا يعني بطيئة لأن أنا بديت في بغداد وبديت بنفسي يعني ما التزمتني شركة كنت أعتمد على نفسي بالتلحين وبالأفكار كلها على نفسي هنا في مصر مثلا شركات أي فنان جديد قادرة أنه بشهر شهرين توصلوا لكل وطن عربي أنا مثلا لا ما كان عندي شركة أنه تلزم فكنت أزحف فعلا بس هذا الزحف فادني يعني أنه بنى شخصيتي أنه علمني كيف أختار علمني أختار الصعب يعني فعلا اللي يمشي بطريق صعب أنه أنا مؤمن أنه الضربة اللي ما تموتني تقويني أنه ما يصير عندي انكسار بالعكس يصير عندي تحدي بداخل نفسي يخليني فعلا أتابع أكثر مثلت الأغنية العراقية أنه في مهرجانات كبيرة مثل مهرجان قرطاج وكنت دائما أعمل ليالي كثيرة يعني مثلا كان فنان يعمل ليلة أو أنا لا كنت أعمل ليلتين جرش أعمل 4 ليالي لوحدي يعني كنت أنزل لوحدي ما ينزل معي فنانين ومهرجانات كنت أعمل قاعات كبار مثلا في باريس في قاعة المؤتمرات في كل العالم أعمل مهرجانات ضخمة لوحدي أنا فكانت شهرتي أنه الحمد لله فقط أمامي كان القاهرة مثلاً كيف دخول القاهرة فدخلت للقاهرة وكنت متوقع أن الاستقبال الحلو اللي استقبلوني فيه في لبنان وفي المغرب العربي في أردن في سوريا في الخليج في كل مناطق اللي زرتها ففعلاً توقعت استقبال جميل أيضاً فالحمد لله أنه عندما استقبلني الجمهور المصري بكلمات الحب من الصالة وكانوا معي حتى أتذكر عندما متمرنين أنا والفرقة على 4 أغاني وخلصت الجمهور ما قبل انسحب غنيت بدون فرقه وكان الجمهور هو يصفق وكان يغني معي بقاعة المؤتمرات ها بينا عليك جنن يشبه لون عيونك نظرات العالم مطمن احضر لي حزدونا هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونا نظرات العالم مطمن احضر لي حزدونا يسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق اكثرهم معجب بالمرة وبيني وبينهم فارق أولهم أتقدم وأعلم أولهم مجنونة بالنسبة للتلحين هل تعتقد أن الملحن قادر على أنه يتعامل مع أي صوت ولا لازم في مواصفات معينة للصوت أن هو الملحن يقدر يتعامل معه يعني هو موهبة الملحن ودراسته مثلا تختلف الموهبة من واحد إلى آخر هناك مثلا شخص مبدع في موهبته ومطور موهبته بالدراسة ومحترمها ومحتضنها ومداريها ومراعيها ف
مثلا اي صوت امامي مثلا اذا اسمع مرتين اعرف انه اعرف في نقص، مثلا انه من خلال جلسة معينة، مو شرط الا باغنية ابدا، مرات الاغنية اجد صوت تخون يعني، يحطوا الافكتات للمطر لازم تسمعوا كده زي ما احنا قاعدين مثلا من غير مايكروفون بالضبط ولا حاجة، بالضبط اشوف احساسه مدى مساحة صوته وخلص. ابدي ادرس يعني انه الجمل الموسيقية اللي مناسبة لهذا الصوت مثلا، يعني يؤديه هو مرتاح، مقاسه يعني زي ما بيقولوا بالضبط. بالضبط. فما فيش اي مواصفات معينة يعني تقول لا الصوت ده، في مثلا حد قابلته تقول لا ده ما ينفعش يغني، ولا ممكن اي صوت يغني؟ ممكن احكيها مع نفسي بس ما اجرحها. ما تجرحوش؟ لا طبعا اكيد ممكن مع نفسي انه ما اجازف في التلحين. طب ما مش احسن تقول له ما يعني بلاش تغني؟ ماني مسؤول انا مثلا انه احكي له انه تغني او ما تغني، لا بالعكس ما احب اجرح الناس، ولا هو حاله صحيه اذا يكون مسؤول. كانت ايام زمان ذكرتيني انت باللجان. كانت مثلا في بغداد عندنا لجنه، كيف في مصر لجنه كبيره، ان المطرب اللي يخترق هذه اللجنه صعوبه كبيره، يجب ان يكون مسلح بالثقافه المعرفة، يجب أن يكون فنان يعزف دارس موسيقى. المزيكا كانت زمان يا أنسة. ليه؟ والمزيكا دلوقتي مالها؟ لا لا لا، من 20 سنة كانت أدي أغاني. ولادي أنا دول يسمعوا أغاني. مالها الأغاني؟ عاجبك أنت الأغنية اللي اسمها مسك الهوى بإيدي؟ إيه مسك الهوى؟ مسك الهوى بإيدي. إيه واحد هيغني وهو ماسك الهوى في إيده؟ طب يغني إزاي؟ أفهم أنا. لا أنا ما أحبش الشوشرة. شوشرة دي؟ يا يغني يا يمسك الهوى، ما تخيلش. زي الهوى زي الهوى، مسك الهوى وزي الهوى، وهوى يا هوى كنا هنموت من البرد ومن الهوى ده. برد ايه؟ والهاني مقفله تقول لي ما اشربش شاي اشرب كازوزه. ما اشربش شاي، لا لذيذ. عيالي يا هاني شحاتين. ايه اللي ما اشربش شاي؟ ما تشرب شاي، ما كلنا بنشرب شاي. وايه اللي ما كلنا بنشرب شاي؟ ايش معنى هي فلوطه يعني عايزه كازوزه؟ دلع. دلع ايه؟ مش تشرب شاي زي ما بنشرب، تشرب شاي ايه؟ حاجه غريبه وانت زعلان ليه؟ محدش اشترط عليا. يا شرط عليك ولا كلمتك؟ كل ما اشربش شاي عشان معيش فلوس اجيب كازوزه، عايش حد عشان ايه؟ عايش حد. دلع. دلع. تقول لي ما اشربش شاي عشان كازوزه؟ اشترط عليا الهي. انت ايه اللي مزعلك انت؟ ما تقول لي انا كده، ما تقوليش. هي كلمتك؟ تقول تشرب شاي ههريها شاي، انا بقول لك. ههريها شاي؟ وشاي من المغشوش كمان، انا بقول لك. شربش الشاي عشان كلام ما يتقالش، كلام ما فيهوش ذوق. يا سلام، ما حدش يقول لي ابدا كده، مش انا بقى. ليه؟ ما ذوقك ايه؟ كلام يبقى فيه ذوق يعني، المفروض تقول ما اشربش الشاي اذا سمعت اشرب كازوزه. ايه ده؟ اسالك عن اسماء موجوده فعلا في عالم الفن وممكن يكون لهم تاثير عن كاظم الساهر. انت كلمتني عن الفنان الكبير طبعا محمد عبد الوهاب. نعم. لو قلت لك الفنان سيد مكاوي هتعلق تقول لي؟ طبعا فنان كبير. اكيد يعني. طيب هو مو انا اللي انطي رايي بالاساتذه بصراحه يعني. لا هو أنا قصدي ممكن كتاثيره عليك. انا تلميذ يعني، انا تلميذ ما زلت في بدايتي يعني. تاثيره على كاظم الساهر يعني، انا مثلا ممكن تقول الفنان محمد عبد الوهاب كان بيأثر. انا سالت لك انه اللي اثروا بي مثلا واكون لكل الاحترام للباقين يعني سيد مكاوي مثلا، فريد الاطرش ده من ال طبعا. ايه اللي بيعجبك فيه؟ يعني ايه الحاجة اللي كانت بتأثر فيك قوي لما بتسمع فريد الأطرش؟ انه خاض التجربة هو. انه هو اللي لحن. هو اللي تعب. هو اللي بحث عن الفكرة، هو اللي بحث عن الجملة الموسيقية، هو اللي عمل الموسيقى.
أنا بالاستديو أنا ضد فكرة إنه أروح مثلا أكلف ملحن أو أكلف شاعر ويعملون الأغنية اللي يعملوها على جنب الشاعر والملحن يعملها على جنب وأجي أدخل صوتي بالاستديو. مستحيل مستحيل أعملها، ما أعرف، ما أحس بمتعة، ما أحس بسعادة، ما أحس بداخلي بالصدق اللي ده أعمله. يمكن لأنك عندك الموهبة التلحين. لو كنت أنا مطرب ما كنت ملحن، كنت أكيد راح أعمل هذا النظام إنه أجلس أنا والشاعر جلسات إنه حوار يكون متبادل، آراء متبادلة، والملحن معانا ونعيش.
لازم ضمن فريق العمل. مثل ما كانوا يعيشوا ايام زمان. انا كنت اسمع فنانين عندكم ما شاء الله، كانت هاي الحاله عائله، عائله يلزمون الاغنيه يرتبوها يلبسوها يذوقوها يرتبوها يقدموها للمستمع بعد ان يحضنوها ويدفوها ويعموها من اي شيء ويبدون اي شيء مثلا يحسوه ممكن انه هذا ينشال بحيث يزيدها جمال اكثر او يضيفون لمسه ريشه جميله مثلا ويقدموها للناس يعني كلوحه يقدموها جميله انه تستمتعين بها انت من تحسين داخلها عالم. هي صح اغنيه قصيره لكن من خلالها تعيشك بعالم اخر. انا من خلال روايات او من خلال اغاني سافرت لدول ما عندي امكانيه اسافر وانا ابن حي شعبي وانا طفل او انا شاب بدايه عمري مثلا كنت ما عندي فلوس مثلا اروح اسافر. خلوني اسافر، خلوني احب من خلال اغنيه مثلا او كتاب. من خلال اغنيه انا اقابل حبيبتي بخيالي واتكلم معها وخلوني اعيش حاله جميله. اعطوني مدوني احساس انت رومانسي آخر. انا بعشق الرومانسيه طبعا. فما يعجبني انه اعمل اغنيه والكلام اجي احسه جديد. لازم اعيش الكلام معها، لازم على الاقل ابدي رايي بالكلام. ومرات مثلا تجي قصيده جاهزه ما فيها كلمة واحدة مثلا ما فيها احتراز طبعا لازم أغنيها أكيد. العشرة نلتقي مثل الأغراب واحد ما يعرف الثاني ولكأننا كنا أحباب بعد الحب بعد العشرة نلتقي مثل الأغراب واحد ما يعرف الثاني ولكأننا كنا أحباب ماتت لهفت المجنونة ما أقساه وما أقساه أتساءل وحدي وأتألى يا ترى من في نجاني ماتت لهفتنا المجنونة ما أقساه وما أقساه أتساءل أتألى يا ترى من في نجاني الزمن اتغير لا احنا لا احنا بين عيون بين اخطاء الزمن اتغير لا احنا لا بين عيوب بين أخطاء أحنا مجرد هيكل فارض واخدع
شدتنا الموجة العمياء. مات الحب مات الإحساس مات النور نهتدي بيه. مات الإنسان الداخل دم خلني بكي عليه. مات الإنسان داخلنا ما كنا بدم خلني بكي عليه. الأول في حياتك؟ الحب الأول؟ أه؟ يعني هو تفاصيل ما نتكلم، بس هو الحب يبني الإنسان، يعني يطل الإنسان إنسانية أخرى بحيث يخليه يتعامل مع الأشياء بإحساس عالي بصدق أكثر. في المدرسة يعني؟ في المدرسة؟ أه ممكن يكون مثلا. إحنا في أحياء شعبية ما فيش مدرسة. أنا في أحياء لا في مدرسة بس ما في عندنا مختلطة يعني. ما فينا نشوف بنت مثلا امامنا. ما فيش. انا كنت عمري 10 سنوات كنت احب اول حب. كنت اروح صديقه عندي هي اصغر من عندي بسنه، هي كان عمرها 9 سنوات وانا عمري 10 سنوات. فكنت اجلس على الرصيف معها وكنت احكي لها قصص كلها كذب من خيالي وهي مصدقه يعني. احنا بنقول بتسرح يعني. بالضبط. وبس اعيش بسعاده. كنت كنت امشي مسافه حتى اوصلها. مسافه الى حي واروح اجلس انا معها على الرصيف. حتى مرات كنت مثلا جاكيت اذا قديم مثلا والجو برد اشلع الجاكيت حتى القميص شوفه جديد انه شيء حلو. كنت احكي كنت اجد متعه فعلا يعني. ولكن مثلا الخيال كان معي اكثر مما علاقات بصوره مباشره يعني. طبعا كنت انا وخيالي. كنت احلم انه حبيبتي تسمعني وانا اعزف جيتار. مثلا كنت اكتب شعر كله خيال. كنت اجد متعه بالخيال رهيبه طبعا. عاطفه بتبقى عاطفه قويه طبعا. حبيبي ها حبيبي مو على بعضك احس ها حبيبي خاطري لا تأذي نفسك يا حبيبي وعلى بعضك نحس يا حبيبي خاطري لا تأذي نفسك من الزعلات من الزعلات لك والله زعل الدنيا كلها ولا مكروه مسك حبيبي تدلل عليا ابتسم هدي اعصابك
اعصابك خلي راسك بين ايديا بين ايديا وخذ باسك صلح مني وكافي تتدلل عليا لك تدلل عليا تدلل تدلل عليا يا هبة ربي من السماء واجمل هدية عيني واجمل هدية عيني عيني واجمل هدية راح للعشرة أعد لك واحد عشرة شو تاني بوسني كم مرة بوسك حبيبي دلل عليا دلل دلل عليا يا هبة ربي من السماء واجمل هدية عيني عيني مليون أعد لك واحد اثنين ثلاثة مليون شو تاني بوسني كم مرة بوسك حبيبي تدلل علي تدلل تدلل علي يا هبة ربي من السماء واجمل هدية عيني دم الشطلك حبيبي وامسح دموعك بدي آه منك من جمالك حتى دمعك جاذبية بيدم الشطلك حبيبي وامسح دموعك بدي آه منك من جمالك حتى حزنك جاذبية لك تدلل علي تدلل تدلل علي يا هبة ربي من السماء واجمل هدية عيني انت ابتديت بحب الجيتار نعم لكن ايه الآلة اللي انت بتعشقها بجد تلاقي نفسك العود. فيها آلة العود العود يمكن الجيتار يمكن بالصدفة يمكن على قدر الإمكانية اللي عندي لأن كانت عندي دراجة هوائية واستبدلتها يعني بعتها واخذتها بعت الدراجة بالضبط والجيتار اخذت نعم كان عندك كم سنة ما عملت كده 12 سنة وثلاثة شهور طلعت على مسرح غنيت بالجيتار
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. أجمل عيون في الكون أنا شفتها، الله عليك الله على سحرها. أجمل عيون في الكون أنا شفتها، الله عليك الله على سحرها. عيونك معايا عيونك كفاية، عيونك معايا عيونك كفاية تنور ليالي. قلبك ناداني وقال بتحبني، الله عليك الله طمنتني. قلبك ناداني وقال بتحبني، الله عليك الله طمنتني. معاك البداية وكل الحكاية، معاك البداية وكل الحكاية، معاك للنهاية. عايزه اعرف ايه الاغنيه وانت صغير او الموسيقى اللي كنت دايما لما بتبقى يعني قاعد مع اصحابك بترددها؟ كنت ملحن قصيده اسمها اين انت، كانت بتاعتك انت؟ نعم.
أين أنت؟ تسمع لنا؟ طبعا. أنت يا نشوة كأسي وخيالي، أين أنت الآن من صحو الليالي؟ أنت يا نشوة كأسي وخيالي، أين أنت الآن من صحو الليالي؟ أم أنا أيني فقد ضاع سؤالي وتلاشت ذكرياتي؟ أين أنت يا حياتي وتلاشت ذكرياتي؟ أين أنت يا حياتي؟ أين أنت يا حياتي؟ كان عندك كم سنة؟ مع السنة. لو قلت لك رسالة صغيرة أو كلمة بتقولها للفنانين الموجودين الآن في الساحة الفنية، في ساحة الغناء العربي، زي مثلا الفنان محمد الحلو. الله، ذكرتي إيه؟ ذكرتي من الفنانين اللي أحبهم بشكل طبعا. طب شيء جميل. يعني اليوم كنت أسمع الأغنية، أو امبارح كنت أسمع الأغنية جديدة حلوة، هو وفنان معه مكفوف بيأدوها سوا. هي مشوقا ولا حبيبي؟ يا حبيبي بالضبط. هذه محمد الحلو من الأصوات الرائعة. يعني يعجبك صوته جدا؟ تحب تلحن له؟ طبعا بكل سعادة أكيد. يعني أهي مشوقا أعود شوقا إلى لماكي وسلسبي، أهيم شوقا أعود شوقا إلى لماك وسلسبيلي، أهيم شوقا أعود شوقا إلى لماك وسلسبيلي، لقيتني فيه
ننتقل لفنانة وعربية نعم. سميرة سعيد. الله من الأصوات الجميلة يعني ما في أذكر أنا قلت لك في البداية أنا مو محل ناقد حرام عليك أنا أنا واحد منهم يعني. لا ما هو رسالة على أساس إنه هو سبب يعني إحساس صادق مع. هو شوفي بصورة عامة أحكي لك يعني أحس كل واحد فيهم مثلا سميرة كل واحد فيهم أحسهم لونه لونه يتعب حتى لك مثلا علي الحجار الله يعني على على الصوت وعلى الإمكانية وعلى القدرة في التعبير يعني بال والإحساس والله معطيه موهبة عظيمة طبعا. صمرة وبعيون كحيلة وجديلة ديل الكحيلة صمرة وبعيون كحيلة وجديلة ديل الكحيلة يا نور ماهي زماني ومالي في هواك حيل صمرة وبعيون كحيلة وجديلة ديل الكحيلة صمرة وبعيون كحيلة وجديلة ديل الكحيلة يا نور ماهي زماني ومالي في هواك حيلة وبقولك ايه تجيش نعيش هوا نبتدي ولا ينتهيش وبقولك ايه تجيش نعيش هوا نبتدي ولا ينتهيش من روحي وبقيت روحي يا صمرة حبك أخدني من روحي وبقيت روحي سلسل حنانك وعني داوي حزني وروحي بحر الحياة موجعاني وأنا فوق نجاتي في إيديكي بحر الحياة موجعاني وأنا فوق نجاتي في إيديكي تعالي جميلي تعالي وأنا عيش معاكي وبيكي وبقولك إيه تجيش نعيش هوا نبتدي ولا ينتهيش وبقولك ايه تجيش نعيش هوا نبتدي ولا ينتهيش صمرة وبعيون كحيلة وجديلة ديل الكحيلة صمرة وبعيون كحيلة وجديلة ديل الكحيلة يا نور ماني زماني ومالي في هواك حيلة وبقولك ايه تجيش نعيش هوا نبتدي ولا ينتهيش وبقولك وردة الله وردة وردة
ورده ورده. احنا العراق من شيء من نمدح واحد نقول له ورد يا ورده انت. تم باكثر من صوت. نعم. يعني كان زمان كنا نسمع اغنيه مثلا محمد عبد الوهاب بتغنيها. نعم. نجاة الصغيرة. نعم. برضو لعبد الحليم حافظ. نعم. رأيك ايه في الموضوع ده؟ ليش لا؟ يعني هو حسب موافقة الطرف يعني الملحن والمطرب نفسه يعني. ما بتبقاش فيها مشكلة؟ لا مثلا انا عندي اعمال غنوا لي مجموعة مطربين يعني. زي ايه؟ يعني في مجموعة فنانين عرب غنوا مثلا غنوا سلمتك بيد الله غنوا عبرت الشاط غنوا كلك على بعضك حلو غنوا في مجموعة هذا ما عليك يجنن في مجموعة غنوها شيء حلو. تقول لي جزء من قصيدة حضراك دلوقتي مثل ما انت كتبتها؟ لا اللي أغاني اللي كتبتها اللي مثلا سلامتك من الآه كتبتها مثلا هذا ما عليك يجنن. جميلة سلامتك من الآه من الأغاني اللي بيحبها قوي الجمهور. الحمد لله. نجحت. تقول لنا حتى منها كده؟ طبعا أكيد. سلامتك من الأرض سلامتك من الأرض سلامتك من الأرض سلامتك من الأرض قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله بيا ولا بي بيا ولا بيك ريت الألم والآه بيا ولا بيك لا ما أخليك لا ما أخليك وحدك تصيح لا ما أخليك سلامتك سلامتك من الأرض قبل ما تنزل صدرك أحس بصدري والله سلامتك من الأرض سلامتك من الأرض سلامتك من الأرض قبل ما تنزل صدرك أحس بصدري والله عيون حبيبي روح حبيبي عيون حبيبي 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 لشيل الحزن منك وارجع لك بحبتك اشيل الحزن منك وارجع لك بحبتك انت عيوني الاثنين ومن صحتي على صحتك سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك وحدك تصيح الآه ما أخلي سلامتك من الآه سلامتك من الآه سلامتك من الآه سلامتك من الآه قبل ما تنزل صدرك أحس بصدري والله عيون حبيبي
حبيبي لو أدري دمعي فيه ويشيل همك لو أدري دمعي فيه ويشيل همك أجمع دموع الناس وابجيها يمك سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك سلامتك للقاف سلامتك للقاف سلامتك للقاف سلامتك للقاف سلامتك للقاف سلامتك للقاف تنزل صدرك احس في صدري والله. قبل ما نختم اللقاء بتاعنا احب اتكلم عن ايام في حياة كاظم الساهر. لو قلت لك في يوم ما تنساهوش ايه هو اليوم اللي ما تنساهوش؟ في ايام كثيرة ما انساها يعني. طب يوم مميز. ما ممكن احسن. في ايام كثيره يعني ما في يوم ايضا من تفاصيل حياتي ما راح انسي. ادخل في تفاصيل. كان من قبل هذا السؤال ريت اكلمك على اغنيه من الاغاني اللطيفه. كان في اغنيه انه قالوا انه الشعب المصري انه يريد شيء يلامس روحه غير مثلا كلمات الحب ولا ايضا هناك انه معاني أخرى مثل العاطفة الكثيرة الشجن الموجود بداخل اللي هي أغنية اللي إيه؟ أغنية اسمها أنا تجر كده على غفلة بالشكل ده من الأغاني اللي حبيتها وفعلا اليوم اللي عملتها فيه الأغنية كنت سعيد جدا فما أنسى. ده مش هتسمعنا حتى فيه؟ إن شاء الله ما يزعل لطيفة لأن هي أغنية يعني سوري. أرجوك رؤياك بقت توجع أرجوك
الوجع وفر دموع الندم حتى احيي من العدم والامتى رح تخدع ابوك. يوم بتحاول تنساه؟ يوم بحاول انساه تنساه هو يوم وداع اعز الناس لي من سنين. يعني مين اعز الناس لك؟ الله يرحمه صديقي ثائر. صديق لي؟ نعم صديق عمري يعني كان. ما نسيتوش يعني؟ مستحيل طبعا. طب يوم بتحلم بيه؟ انه اترك بصمه بس، انه اكون صديق كل عائله موجود، اكون يفتقدوني انه ما ينسوني، انه اوصل لهذا المستوى فقط، انه اوصل لمستوى الحب اللي يمنحوني اياه الناس. كلك على بعضك حلو والاحلى الخجل بعيونك، تزعل او ترضى حلو، شوكة بعيني اللي حزدونك، وجهك حلو، قلبك حلو، طولك حلو. أكل لك على بعضك، على بعضك، على بعضك حلو. على بعضك حلو والأحلى الخجل بعيونك، تزعل أو ترضى حلو، شوكة بعين اللي حزدونك. كلك على بعضك حلو والأحلى الخجل بعيونك، تزعل أو ترضى حلو، شوكة بعين اللي حزدونك. وجهك قلبك حلو، طولك حلو، أكلك على بعضك، على بعضك، على بعضك حلو. يا انسى خوفي وانسى كل ما صار بيا، واشعر بكل ارتياح من نبض ايدك بدي. لما اشوف
وانسى خوفي وانسى كل ما صار بيني واشعر بكل ارتياح من نبض ايدك بدايا غايت في بعيونك الحلوة شوفني وتسأل علي تضحك الدنيا بعيوني والسعادة تطير بيا وجهك قلبك على حبيبي كل شي لعيونك يهون انت اهل الناس عندي حبي لك حد الجنون عمري من عمرك حبيبي كل شي لعيونك يهون انت اهل الناس عندي حبي لك حد الجنون رايك في بعيونك الحلوة شوفني وتسأل علي تضحك الدنيا بعيوني والسعادة تطير بيا وجهك على بعضك حلو كلك على بعضك حلو والأحلى الخجل بعيونك تسعد أو ترضى حلو سكب عيني اللي حسدونك كلك على بعضك حلو والأحلى الخجل بعيونك تسعد أو ترضى حلو سكب عيني الفنان النجم كاظم الساهر بنشكرك على هذا اللقاء والحقيقة امتعتنا. أنا اللي أشكركم رغم أن الوقت متأخر الساعة 4 الصبح أو 3 ما أعرف بالضبط وفعلا أنا آسف إذا أنتم كلفتكم المسافة وحتى توصلون أنتم معداتكم حتى توصلون اللقاء لجمهورنا العزيز ففعلا أنا اللي أشكركم ويا رب يكون لقاءنا أن نوصل شيء للناس أو أسعدهم إن شاء الله يكون يا رب. الدنيا ليه
قال لي بدأت الكنود